محور آخر رح نتحدث إلى عالم الأزياء الآن، ننتقل شاهد شو عالم الأزياء. نعم. يعني عالم الأزياء دائما له مكان بيوم جديد. نعم. وتحديدا يعني تصميم الأزياء وأزياء الأطفال، يعني مش الأزياء العادية أو فساتين السهرة للصبايا الكبار. نعم. لا لا، الأطفال. هذا العالم عالم واسع كتير وفيه مجالات كتير، وفيه أنه الشخص اللي عنده هاي الملكة أو هاي الموهبة أنه يشتغل عليها أكتر ويبدع فيها أكتر، لأنه فعلا عالم واسع من حيث الأقمشة ومن حيث الألوان والأنواع. فاليوم بدنا نصبح اليوم معانا مصممة أزياء الأطفال عبير الدعجة، بدنا نقول لك صباح الخير، وبدنا نرحب كمان بالأميرة الصغيرة اللي بتجنن اسمها أسيل السيد، لابسة أحلى فستان اليوم، بدك هيك توقفي وتورجينا إياه هلا. يلا صباحكم سعيد وأهلا وسهلا. صباح النور. كيف الحال أسيل؟ أنا يعني شو هالجمال هذا؟ شو هالأناقة هاي؟ من تفصيلات ماما، ماما بتفصل كل هدايا. يا سلام يا سلام. طيب يعني بالبداية بنتحدث عبير عن تصميمك للأزياء وخصوصاً اختيارك لتصميم أزياء الأطفال، شو السبب؟ هي أول شيء كانت موهبة وهواية. ومن أنا وصغيرة كنت أحب أسوي الألعاب فساتين وهيك. لما كبرت صرت على ملابسي أنا أعدل عليهم وهيك، يعني أخترع لي التصميمات. لما تجوزت قررت أني أشتغل. طبعاً جوزي ساندني بالشغل، أنه شجعني كثير. لما جبت أسيل قررت أني خلص أتميز أنا بشغل أزياء الأطفال. فأنا لاحظت عندها أسيل أنها هي بتحب الأزياء، يعني بلاقيها طايلة فستان بتلبق على بعض هيك، فقررت أني أعملها خلص موديل بالأردن. نعم. أحدث تصميمك نحكي عنها شوي. أحدث تصميمك هلأ مش أنه أحدثه هيك، يعني أي إشي بيخطر على بالي بفكر فيه بصممه على طول. نعم. طيب كان جبتي معك هيك كم من فستان تورجيني؟ انا كنت بدي اجيب والله بس ما كان في وقت كافي اني طب في صور؟ نعم. في صور، خلينا نشوف مع بعض الصور. يا. نعم يا هاي الصوره الاولى معنا عبر الهواء. هنا عم نحكي عنهم لو سمحتي. او زهري. نهدي. هاي بعيد ميلاد اسيل. عملت لها اياه، كان جعبالها هذا اللون فصممت لها اياه. كثير حلو. اختيار هاللون. هاي الصوره. هاي هون عم شوف. هذا طبعا جمسه جلد، برضه هي اختارت انه بدي قلب الجلد فاخترعت هذا التصميم. حلو. كان كثير حلو عليها ومميز. حلو. في هذا كمان بمقابله مع مقال عن بالعربيه. فقررت اعملها هذا نظام شوي يعني غريب. حلو. يعني انت بتشكلي ما بين الفساتين وبين الاشياء اللي مش بس أكيد. يعني انت مش متخصصه مش بس بالفساتين. لا لا مش بس فساتين، اي شيء بيخطر على بالي بعمله، يعني تصاميم رسميه. هذا ابيض جنن. جميل كثير، كان مميز عليها. جميل. هدول الصور احتلوا بوسائل الاعلام كثير، يعني نشر عنهم. هدول الصور كثير مميزات لأسيل. جميل جدا. عم نشوف كمان ابيض هذا من تصميمي كمان شتوي. بالنسبه لاختيارك للاقمشه والتصميم، يعني هلا اسيل، يعني اسيل انت عم تختاري الوان صح؟ الوان الفساتين اللي انت بدك اياها. هذا ذوق هاللون كمان. انت نقيتي اللون الاحمر. طيب يعني احكي لي اكثر عن اختيارك دائما للالوان والاقمشه بشكل عام. الاطفال اي شيء بيطلع عليهم حلو. يعني شو ما كان لا الزيتي حلو بالعكس كثير حلو. بشره اسيل بتناسبها طبعا كل الالوان. الحنطويين مثلا الحنطويين بخافوا انه هذا اللون بسمر، هذا مثلا بفتح، لا كل الالوان حلوه. انا بفرج الناس انه شو بيطلع على اسيل حلو، ممكن انهم يشوفوا كيف انها سمره بس بيطلع عليها اللون هذا كثير حلو. يعني واحلى سمار واجمل سمار بالعالم. ممكن تقومي توقفي تورجينا هذا الفستان الحلو؟ يلا فرجينا اياه. فرجينا اياه، وقفي هيك بالنص ولفي. اوكي لفي طلع على الكاميرا. اوه يا سلام، لفي كمان. أي. لفه. كثير حلو. بعدين يعني اللون الاحمر هلا مع الالوان الشتويه ومخمل. مع المخمل. يعني رحنا باتجاه شتوي. دمجت بين المخمل والفرو. خليك يا فرو. نعم. كان كثير حلو. لفي هيك وجهك للكاميرا. لفي وجهك. بتعرفي تعملي لنا زي عرض ازياء؟ بعدين نشوف الموديل تبع الظهر. طلع الكاميرا واعملي. يلا فرجينا كيف بدك تفرجينا الفستان. أيوة. فرجينا اياه. لفي. ايوه. واو. ارجع. الله. يلا
مبدعة. بس أنا عجبتني الطاقية كتير. وأنا عجبني الفستان. هي عجبها الفستان. يعني إذا بدك تعطيك الطاقية ما في مشكلة. بدك تعطيني الطاقية؟ عادي. تفضلي. طيب أعدي. احكي لهم عنها. يعني بدي أسألك أسئلة هيك نحكي معك شوي. أول شيء كم عمرك؟ احكي لي إيش طموحاتك بالحياة؟ إيش أحلامك؟ إيش حابة تحققي بهالسنة؟ احكي لنا شوي عن نفسك. بحب دائما لما أكبر أصير زي ماما هيك. إيش مصممة؟ مصممة؟ بدك تصير مصممة أزياء؟ يا سلام. طب أنت كم عمرك؟ 6 سنين. العمر كله. طيب وكيف كان معك الأونلاين ب 2020؟ دراسة أونلاين؟ عادي. عادي مشيت أمورك؟ تدرس. ذكية أنت شطورة. بس عادي ما بدرس بس عادي. حلو. ممتاز. ممتاز. رح تدرسي كثير وجايك لسه طريق طويل من الدراسة وإن شاء الله بتحققي كل إشي بدك إياه وبتصيري مصممة زي مصممة أزياء زي ماما. ويعني في نهاية لقائنا لليوم عبير بدنا نحكي تحكي لنا أكثر عن طموحاتك بالمستقبل. إيش حابة وين توصلي بالضبط؟ مصممة أزياء. كنت أنا بفكر بداية كشغل إنه أطور شغلي كتير. هلأ صار طموحي الأكبر إنه أنا وأسيل بنتي إن نكمل بعض، إنه أنا المصمم أكبر أكتر بشغلي وهي تعرض لي شغلي كمان. لها صفحة طبعاً أزياء أسيل باسمها هي. في موديل للصفحة كمان، يعني أنا جايبة موديل ألمع علي. نعم. كمل بعض عبير. أنا وياها إن شاء الله إننا ننشهر مش بس بالأردن، بالوطن العربي كامل. عبير من هالفستان اللي لبسته أسيل القمر، يعني ما شاء الله مبين قد إنك أنت مبدعة في مجال التصميم. بدي أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا اليوم وبتمنى لك أكيد كل التوفيق. أسولة أنت بتجنني وأحلى أميرة، وبتمنى هيك تكبري وتصيري أميرة هيك كبيرة وبتلبسي من تصاميم ماما وبتصيري أحلى مصممة. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا. تحبي تحكي إشي؟ احكي. طيب يلا احكي. مبسوطة انك معانا كنت اليوم؟ ممتاز، هذا اهم شيء. بس رح اخذ الطاقية هلا بعد شوي. زي ما بدكم. حبيبي.